اليوم فقدت الوالد ديالي محمد عبد الإله بلغازي اللي محافظ ديال المتاحف بلغازي في المغرب وهو الفونداتور ديال لي موزي في بلغازي في المغرب. الصدمة كانت صعيبة بزاف علينا والحمد لله هذا قسم قسم علينا الله هذه الوفاة ديالو على غفلة جاتنا ما كناش مستعدين ليها. الحمد لله الحمد لله على أي حال وشكرا. أخي عطاك آخر كلمات اللي كانوا يزين تقول لك؟ الحمد لله شتو البارح يعني أول البارح يعني نهار الجمعة كان في لاغيانيماسيون يعني الحمد لله هضرت معاه كان تجاوب معايا بواحد الطريقه مزيانه قال لي كي دايره الامور كي داير الابن ديالي ولدي كي داير صافا سلم عليه تهلا فيه يعني الله غدا كان تنتفاجئوا بالوفاه ديالو تيتصلوا بينا الناس المسؤولين ديال لوبيتال بان جاتو على غفله اون كريز في لاغيانيماسيون اللي توفى عليها وان لله وان اليه راجعون. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.